استقبل صباح اليوم بالقصر الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس دابيت نو السيد جاكايا كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا السابقة والمبعوث الخاص للمفوضية الدولية حول تمويل أولويات التربوية. تقرير رشاد حسن طه. في ضوء الاهتمام المتواصل للبلدان الكبرى حول تطوير أولويات التربية والنهوض بها، استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دابيت نو السيد جيكايا كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا السابق والمبعوث الخاص للمفوضية الدولية حول تمويل أولويات التربية. مقابلة فخامة رئيس الجمهورية للمبعوث الخاص للمفوضية التي حضرها وزير التربية الوطنية ووزير المالية والميزانية وعدد من مساعدي فخامة رئيس الجمهورية بالمكتب المدني والأمانة العامة تندرج في إطار تعزيز وتطوير القطاع التربوي بالبلاد. كما سلم مبعوث المفوضية لفخامة رئيس الجمهورية تقرير اللجنة حول الدول 14 في العالم التي اختارتها اللجنة والتي تعتبر تشاد من ضمنها. اللقاء سمح للسيد جيكايا كيكويتي التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية في مختلف المواضيع التي تنصب في النهوض بالتعليم، وأوضح المبعوث كيفية التطوير بالتربية والنهوض بها. عقب خروجه من المقابلة أكد جيكايا كيكويتي بأن رئيس الجمهورية إدريس دابيت نو قد لعب دورا كبيرا في الرقي والتقدم بالتعليم في تشاد، وذلك من خلال مبادرته المشهود لها في الفضاء العالمي. وقال إن نجاح الدبلوماسية التشادية قد وصل إلى الأفق، وهذا دليل على نضوج جمهورية تشاد في شتى الميادين وخاصة الميدان التربوي. يذكر بأن اللجنة التابعة للمفوضية الدولية حول تمويل أولويات التربية اختارت 14 دولة في العالم متأخرين في مجال العملية التربوية من ضمنهم تشاد.